ببساطة شديدة احنا نعم قلنا ممكن علاج الحول يكون استخدام نظارة طبية او عدسات لاصقة او عملية ليزك في بعض الاحيان او زرع عدسة او عملية بتعيد تشكيل عضلات العين بحيث ان احنا نخليها اقوى او اضعف بحيث ان هي تحرك العين ويكونوا متوازيين. يعني عندنا نظارة او عدسة لاصقة او ليزك او زرع عدسة او عمليات حول، عشان بس الناس ما تتخضش. اتفضل. في بعض الناس بتيجي تقول لي انا عاوز اعمل حول بالليزر، ده كلام مش حقيقي. الحول من ضمن العمليات اللي بتجرى، لكن دلوقتي بتجرى بحاجه اسمها المايكرو سيرجير او الجراحات الدقيقه تحت الميكروسكوب، بحاجه تقريبا ما بتتشافش ولا ترى، فبالتالي المريض ما فيش عنده تاثير. من ضمن مميزات عمليات الحول ان ما لهاش علاقه برؤيه العين ولا بتيجي جنب القرنيه، ده العضلات دي كلها موجوده جنب صلبه العين وتحت الملتحمه. تمام. فالناس ما تتخضش، لان عمليه الحول عمليه في الغالب بنعدل فيها عضلات العين فما لهاش تاثير على الرؤيه، لكن في بعض الاحيان من ضمن الحاجات اللطيفه جدا بيكون واحد عنده سبب الحول ان العين ضعيفه اكتر من الناحيه الثانيه، فلما بنعمل له ليزك بيتحسن عنده النظر وبتتحسن عنده الحول كانه عمل عمليتين في عمليه واحده. ده قد يكون المقصود بان احنا بنعمل حول بالليزر.